فنان لا يعرف المستحيل والاستسلام ليس في قاموسه. في اختياراته يبحث عن التميز والاختلاف وتقديم كل ما هو جديد وغير متوقع. من المهاجر والمصير إلى إسماعيلية رايح جاي، وحسن طيارة والديلر، إلى مملكة الجنة واللعبة العادلة والمواطن، وحتى كامب ديفيد. قدم أدوارا مختلفة ومتنوعة، ومن خلالها صنع نجوميته التي وصلت إلى العالمية. إنه النجم خالد النبوي. خالد محمد النبوي بدأ التمثيل كهواية، ثم قرر الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه عام 1989. شارك خالد بعد تخرجه في عدد من المسرحيات مثل البحر بيضحك ليه، الجنزير، لعب عيال، ثم شارك في فيلم المواطن المصري عام 1991 مع الفنان العالمي عمر الشريف للمخرج صلاح أبو سيف، ثم قدم الفيلم القصير مصر منورة بأهلها للراحل يوسف شاهين، الذي قدمه مرة أخرى في ثاني تعاون بينهما في فيلم المهاجر عام 1994، وهو الدور الذي لفت الأنظار إليه وحصل عنه على جائزة أحسن ممثل من مهرجان جوهانسبرغ. غريب أن أكون زرعت في أرض مصر وعشت سنين في حضنها ويتقال لي انت مش مننا. استمر التعاون بين خالد وشاهين ليقدم سويا المصير عام 1997، وهو الدور الذي حصل عنه على جائزة السينما المصرية كأفضل ممثل عام 1998. ده أهم كتاب كتب عمرو بن رشد، توصله بالسلامة وتبقى تقولهم هناك إن أعظم السمات عند العرب هي الإخلاص. خالد النبوي الذي عمل مع شاهين لم يستسلم لطبيعة وشكل الأدوار التي قدمها في المهاجر والمصير، ولكنه قرر أن يقدم شكل مختلف من الأدوار، فقدم فيلم إسماعيلية رايح جاي، ثم استكمل مشواره السينمائي بتقديم مجموعة من الأدوار المتميزة في القتل اللذيذ، فتاة من إسرائيل، عمر 2000، وتايه في أمريكا، وحسن طيارة، ودخان بلا نار. وقد شارك الفيلم في مهرجان لندن السينمائي ومهرجان هامبورغ السينمائي، بالإضافة لفيلم المسافر الذي شارك في مهرجان فينيسيا السينمائي. صدقني حسن، ده هيش مجرد سفرية لأمريكا، وللأسف ما هيش مجرد نزوة. أما ليه؟ أحبها، كنتش أعرف إنها إسرائيلية. وفي الديلر عام 2010 قدم خالد النبوي دور شاب فقير يصطدم بواقع الأثرياء وأصحاب الملايين، وكان إلى جانبه في الفيلم كل من النجم أحمد السقا ومي سليم. أنت عارفني يا جو، الاسم عندي على واحد، ولا نادي ضابط السياحة بقى وتبقى أنت بتسوق سمعة السياحة في مصر. من المحطات الفنية المهمة التي كانت بمثابة نقلة في حياة خالد النبوي ونجوميته عام 2005، عندما اختاره المخرج العالمي ريدي سكوت لمشاركة في فيلم مملكة الجنة عام 2005، وجسد فيه دور أحد الرجال المقربين لصلاح الدين الأيوبي. وعام 2010 شارك في فيلم اللعبة العادلة إخراج دوغ ليمان وبطولة نعومي واتس وشون بين. أما أول بطولة عالمية لخالد النبوي كانت من خلال فيلم المواطن عام 2012، وهو الفيلم الذي تدور أحداثه حول مواطن عربي يصل الولايات المتحدة قبل تفجيرات 11 سبتمبر بيوم، وتتسلسل أحداث الفيلم حول معيشة العرب في ظل الوضع الموجود، وهو الفيلم الذي كتبت عنه الصحافة العالمية ووصفت دوره بالراقي والمحكم والمؤثر في الفيلم، وقالت عنه نيويورك تايمز: خالد النبوي لا يقدر بثمن. I cannot answer such an American question because I'm here in the United States of America where the Bill of Rights must be respected, where anyone can be present regardless of his color.
مسرحية كامب ديفيد التي قدم فيها دور الرئيس الراحل أنور السادات وعرضت على أكبر مسارح واشنطن محطة فنية جديدة تضاف لرصيد ومشوار خالد النبوي. أما في الدراما التلفزيونية كان للنبوي رصيدا كبيرا ضم مجموعة مهمة من الأدوار التي أحبها الجمهور، منها حمزة الحلواني في بوابة الحلواني، وداود باشا في حديث الصباح والمساء، وعادل في مسألة مبدأ، وحتى جابر في ابن موت. بقى الغلابة دول إرهابيين يا باشا، دي ناس غلابة يا باشا، عايزين أي حتة تضريهم حتى لو هتتهد فوق دماغهم. يا باشا دي ناس غلابة، فيهم حوامل وفيهم أطفال وفيهم بنات على وش جواز وناس كبار عيانين، هيقعدوا زي في خيمة إيواء بس. النبوي لم يكتفي بأن يكون فنه وأدواره رسائل للعالم والإنسانية، لكنه أيضا ساهم كثيرا في دعم الوطن من خلال مجموعة حملات ومبادرات، منها دعوته للسياح لزيارة مصر التي حملت عنوان Come to Egypt، وحملة مصر محدش يتحرش بيها التي تدعو لمواجهة التحرش، وأخيرا حملة ابتدي وهي واحدة من الحملات التي تدعو للعمل وتحقيق الأحلام. والله برافو عليك أبو حميد، انتوا حولتوا الانترنت من رغي وشتيمة وتضييع وقت وكلام فاضي لحاجة منتجة وبتجيب فلوس كمان. خالد النبوي فنان نجح في أن يقدم مجموعة مختلفة ومتميزة من الأدوار التي تركت علامة في السينما المصرية والعالمية. شايفين التاريخ يا جماعة والتنوع وكل ده، هو لسه شاب يعني، معرفش من أكبر عامل فينا ايه يعني. أنا كل هذا التنوع، مسرح وتلفزيون وسينما عربية وسينما مصرية وسينما أمريكية وسينما عالمية، معانا النجم المصري أولا، العربي ثانيا، الإعلامي ثالثا، خالد النبوي. منور يا خالد. ازيك يا دكتور؟ منور الدنيا. ازيك؟ وحشني. انت اكتر يا خالد والله. انت بتقعدش في مصر؟ خالد شوفك امتى انا يعني. لا ازاي بقى؟ وانت بتقعد ازاي؟ انت فين يا خالد؟ بصور فيلم في... انت فين يا خالد؟ انا بعمل مسرحيه مش يعني ايه بس خالد. برد على طول. بترد طبعا. ويخلص العمل. انا عايز يعني قبل ما نتكلم اعزي الشعب المصري في شهداء البحريه المصريه طبعا، جنودا وضباط و هي مأساة كبيرة جدا، وأرجو أن يعوضنا الله عنهم خير. خالد، مع أنك مدام بدأت كده، أنا شايف ده تغير نوعي في نوع الإرهاب اللي بيواجه مصر دلوقتي. تغير نوعي وكيفي. يعني نوع العملية وكيف تمت العملية. فدي حاجة خطيرة جدا، لكن عارف ايه الواحد؟ الضربة اللي ما تموتوش تقويه. تمام. انا هنا بتكلم على الوطن. طبعا الوطن لازم يستقوى. وفي حاجات كتير تخليه يستقوى، اهمها باختصار ان ابناء الوطن لازم يتحدوا مع بعض. انت شايف انهم مش متحدين يا خالد دلوقتي خالص؟ انا شايف انه كل شيء بيحصل في المناخ او كل شيء بيحصل قدامي بيخلق مناخ يفرق ولا يوحد. زي ايه يا استاذ خالد؟ اولهم الاعلام. تمام. انا بس اسف يعني. لا خالص بس ايه، انت هنا برنامج اولهم. برنامج اسمه ايه؟ انت حر، قول اللي انت نفسك. وانا قاعد مع صاحبي بس بقى. بس كده. قول اللي انت عايزه. احنا قاعدين. انا مش عايز اقلب الدنيا دراما واكئب الناس على الاطلاق. صح. رغم انه ما يحدث او ما حدث امبارح، انت عارف اصلا ابويا الله يرحمه حارب في 56 تمام و67 73 واستنزاف وخرج مصاب عمليات حربيه سنه 70. تمام. يعني انت ابن مناضل عسكري مصري في سلاح المظلات. تمام. ف يعني فكره عشنا وتربينا يعني ايه الحرب ويعني ايه معاناته وقد ايه هو كان من المحاربين القدماء واستضافوه لما سافر في استلام اول قطعه ارض لمصر. تمام.
فما حدث خطير جدا، لكن الوطن عشان يقوى لازم يتحد. ارجع تاني ارجع لنا للاعلام يا خالد اللي انت اتكلمت عنه. الاعلام اللي مضايق الاعلام في مصر تمام. من غير ما اخش في تفاصيل، لا مش تفاصيل، بيخلق مناخ يفرق ولا يوحد. ودي مأساة كبيرة جدا. الناس مش واخده بالها. يعني هل بمعنى انه يبحث عن الإثارة على حساب الوطن مثلا؟ بيتكلم على قضايا هامشية في حين ان هو لازم يعني الاعلام، خد بالك الاعلام والفن ما يقدمه اختيار. تمام. يعني الفنان ده بيقدم ده ليه والاعلامي بيقدم، هو اختيار. تمام. لما تختار تلقي الضوء على كل ما يفرق الوطن وتلقي الضوء على كل شيء سيء في هذا الوطن، لما تنسى كل شيء عظيم في هذا الوطن، لما تنسى ولاده الحلوين، لما تنسى اجيال. يعني ادي لك سؤال صغير قوي. جيل انس محي الدين وكريم خزام اللي ماتوا في مذبحه بورسعيد، تمام، حد بيسال عليهم؟ اللي هم ما اطعنوا في بدايه الحلم ده سنهم 14 سنه و18 سنه، تمام، حد بيسال على دول؟ حد بيقدم اسره عماد عفت، الشيخ عماد عفت، هذا الشيخ الجليل بسماحته بجماله، ها، وزي افريكا وزيه كل الناس، حد بيسال على دول؟ حد بيقول ان دول حد زي مين؟ زي الاعلام مثلا يستضيفهم؟ عايز، شايف ان الاعلام مقصر وبيلقي الضوء على ناس ما يستاهلوش يلقي الضوء عليهم؟ بلا شك. ودول يستاهلوا اصلا نبص عليهم؟ بلا شك. في ناس مطلعين دول خونه يا خالد وكانوا بيقبضوا. اما دي مصيبه تانية. عارف مصيبه تانية فين؟ انت عارف يا مدحت، احنا في ذاكرتنا وفي تراثنا ضابط المخابرات العظيم اللي زرع رفعت الهجان، محسن ممتاز طبعا، كان عندنا الاستاذ يوسف شعبان طبعا، ضابط المخابرات العظيم اللي بحث عشان يلاقي ادله وسافر اوروبا عشان يجيب بنت مع المهندس اللي في ابو سلطان في فيلم الصعود الى الهويه طبعاً. وبعد ما لقى الادله ركبها الطياره عبله وراح قال لها ده الهرم ده النيل دي مصر يا عبله مش كده؟ بادله. النهارده لما واحد يطلع في التلفزيون يقول فلان خاين وفلان عميل وفلان بيقبض وفلان وفلان ده موجود وبيسافر ورايح وجاي، معناه ايه؟ هل ضابط المخابرات العظيم بتاعنا ده اللي متربيين على عظمته سايب دول يعني؟ سايبهم وهم خونه؟ اكيد اكيد لا. طبعا. انت بتشككنا في مين؟ المساله خطيره. انا موافق جدا، مساله خطيره. موافق. انت بتشككني في جهاز امني الوطني؟ لا. وبعدين مش كل الناس زيه وزيك. طبعا في ناس بتصدق، في ناس في ناس هتصدق وناس تانيه تقول لك طب والمخابرات سايبهم ليه؟ لا، يبقى في تهاون، يبقى في تساهل، مش كده؟ امال بيعملوا ايه مع الاسرائيليين؟ وبعدين هسالك سؤال بقى. هو انت لما عايز تلاقي واحد جاسوس وخاين، بتقول على الملأ كده، تقول ده فلان وانا لقيت له مكالمه تليفون ولقيت له سي دي، بتعمل كده؟ ده انت تبوظ للضباط المخابرات القضيه طبعا، مش كده؟ طبعا. كلام صح. كلام مش طبيعي. يعني كلام مش منطقي، كلام. واخدين الوطن على فين؟ ايه المناخ ده؟ ولماذا لا يتم محاسبه هؤلاء الذين يلقون بالتهم مزافا على ناس ابرياء؟ ما اعرفش. اخر حاجه اقولها لك في الكلام ده، يعني انت النهارده لما تتكلم عن ثوره يعتبرها ناس كتير على الارض دي، على الارض كلها، على الارض في الدنيا كلها، ويبقوا مستلهمين ب 25 يناير، وبعدين انت تقول لي دي مؤامره، انا ما اقدرش اقولها. بس ايه بقى؟ انت بقيت لخبط الناس. الحاجه الثانيه الاساسيه، مش في اكتر من 20 مليون نزلوا ادوا صوتهم للدستور؟ طبعا. والدستور بيقول انها ثوره مجيده طبعا، ورئيس الجمهوريه. سيدات مصر يا مدحت، العظماء العظيمات، مقدسات طبعا. سيدات مصر امهاتنا مقدسات. رقصنا امام اللجان الانتخابيه، مش كده؟ رقصنا أمام فرحا بان هم شعور بامتلاك الوطن بعد ان كان ضائعا، بيحموا هذا الوطن طبعا. لما اطلع اقول على هذا الدستور اللي هم رقصوا عشان اقراره، انه الدستور اللي مكتوب فيه 25 يناير ثورة مجيدة، لما اطلع اقول فيه عليها كلام تاني، بحول رأسهم ده لايه؟
سيدات مصر يا مدحت ما رقصوش في مواخير طبعا، ما رقصوش في كباريهات، لا لا لا، ده راحة وفرحة بدستور مصر. اه عيب يا جماعة. انتوا ايه؟ انا مش مصدق انتوا بتقولوا ايه. انتوا بتقولوا ايه؟ اعتقد سببه ايه ده يا خالد؟ يعني هذه الهجمة الشرسة على 25 يناير، شوف انا من الذي يدعو اليها؟ انا مش عايز ابحث من الذي يموت. لا ده انت انا مش عايز ابحث في من، لانها مش شغلتي. انا هقول لك على، انا بالنسبة لي اقول لك انا شايف ده يؤدي الى ايه. تمام، انا شايف ده يؤدي، بس لازم برضو يا خالد يؤدي الى كذا. عارف انا مش الموضوع مش شخصي بالنسبة لي ولا شخصي بالنسبة لاي حد يا خالد. انا بقى بس بقول ايه، اسمعني انا عشان افهم هما بيقولوا كده ليه، عشان يوصلوا لايه، او ما اقدر احمي هذه الثورة من هؤلاء الذين هم ضد الثورة. هل الثورة عندما قامت كانت ضد مصالح هؤلاء ومن يخدمون عليهم؟ ممكن، ده ممكن أكيد. اه تمام، يبقى الناس دول لما بيهاجموا ثورة 25 يناير هم بيحموا مصالحهم بالتأكيد، لان الثورة نفسها 25 يناير نزل فيها قد ايه؟ مش نزل ملايين في كل انحاء مصر؟ طبعا. مش كده؟ طبعا. وكلنا كنا بنعتبر ان ال 18 يوم دول اعظم من اعظم 18 يوم في تاريخ الشعب المصري على مدار تاريخه، في تاريخ الانسانيه كلها. مش كده؟ طبعا. وكل الناس قالت نستلهم هؤلاء الشباب، لما الناس دي تبقى عايزه تقول لنا ان دي من الثوره، يبقى هذه الثوره اضرت بمصالحهم واضرت بفساد كويس قوي على بقى الشعب. ايوه، انه يدرك تمام ان المشكله دلوقتي انه المناخ ده يدمر هذا الوطن. تمام. الواحد بيسكت 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 ويقول لازم يعني نبقى عندنا حكمه بس في الاخر بتشوف الدنيا بتبوظ قدامك. انت شايف لينين له كلمه شهيره يقول لك اقصى اليسار، وهو يساري طبعا، يخدم اقصى اليمين. مظبوط. فهؤلاء الناس من وجهه نظري يعني الذين يقولون هذا الكلام لا يقلوا عن داعش. شوف انا مش عايز، انا اسف، اتفضل، مش عايز اروح لداعش، بس طبعا انت بتقول انت راجل شاعر فبتجيب صور اخرى وعندك حق، لكن انا عايز اقول لهم الاعلام مش هوا، احنا ما بنعبيش هوا. الناس عايزه تقعد تسمع فكره، عايزه تنبسط بحاجه، مش عايزه خناقه. يا جماعه في فرق بين الحوار جوه بيتك مع اهلك، انت حر، لكن الظهور امام الناس موضوع تاني. طبعا موضوع تاني خالص. مش ممكن كل ما تفتح تلاقي الناس بتشتم بعضها. مش ممكن كل ما تفتح تلاقي واحد قاعد بيشتم في ناس. ما ينفعش. المناخ اللي لازم نخلقه هو الحلم. ازاي نزرع اللي بناكله عشان ما حدش يتحكم فينا. تمام. ازاي نفكر في اللي بيتقال لنا. ازاي ننتج. ازاي نشتغل ونبطل رغي. مش معقول حالة الرغي المنتبانة. يعني انت بتفتح التلفزيون بتلاقي مسلسل بتتفرج عليه في ساعة وربع من كتر الاعلانات. انت بتشوفه على اليوتيوب في ربع ساعة او تلت ساعة. تمام. يعني مش كده؟ رغي 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 رغي. ايه ايه في ايه؟ انا حاسس ان انت جاي متحامل على الاعلام يا خالد. انا متحامل على الاعلام؟ لا انا عارف ايه. اسأل الناس في الشارع. لا انا حاسس بيك. لا انا طبعا ما انا عارف اللي انت بتقوله حاسس بيك. انا حاسس ان انت من كتر شعورك بهذا الوطن متضايق عشانه، فحتى مش قادر يعني. حد بيتكلم عن علاء عبد الهادي؟ حد بيتكلم عن عظمه مصر؟ علاء عبد الهادي من الدكتور علاء عبد الهادي. اوكي. الشهيد الدكتور. حد بيتكلم عن دول؟ محدش. طب ليه ما بتقولوش ان مصر فيها عظماء؟ مصر، عارف يا خالد، معلش يعني بدون قطع كلامك، كتبت مره مقال قبل الثوره على طول، كان عبد العاطي صائد الدبابات قد اصيب بارتشاح في الرئه و و و وباعه، يعني باع عفش بيته علشان يتعالج. فكتبت مقاله بقول فيها في بلد الاعلام بيسلط فيه على ناس بذيئه اللسان وطويله اللسان وينسى صائد الدبابات وينسى علماء الموجودين في كل مكان، الطبيعه ان يتحول الى مجتمع يعتمد على بره عشان ياكل، مجتمع فقير فنيا وثقافيا ونقديا واجتماعيا، الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي. اربع علماء مصريين
على سفينة فضائية على نيزك النهاردة دلوقتي واحنا بنتكلم موجودين عصام حجي الدكتور عصام حجي اللي مشي ما هو ايه المطلوب انهم كل واحد ناجح يطفشوه وكل واحد فاشل يكبروه المشكلة ان احنا مش فاهمين ان العالم المتقدم اتقدم ازاي انه كل واحد فاشل يقفوا جنبه لحد ما ينجح يا اما مش عايز ينجح خلاص خلينا في اللي ناجحين يا مدحت يا دكتور الفرصة الحرة عند العالم معناها انه لو اديتك فرصة ووقعت اقف جنبك لحد ما تقف على رجليك تاني مش هدوس فوقك طب انت خالد معلش انا هاخدك انت بتحس شوية انت راجل مقدر جدا برا زي ما احنا شفنا هل بتحس واعذرني في السؤال ان هناك بعض من يغبنك حقك كموهبة الناس معترفة بها برا الى هذا الحد وانت هنا شايف ناس بتهاجمك لمجرد الهجوم انا لا افكر في انا ما بفكرش خالص الحكايه دي انا بشتغل تمام والتقدير ما بفكرش هيجي امتى ده التقدير ده زي ما كده وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون تمام صدق الله العظيم هو يشوف وهو حر يدي التقدير وقت ما هو عايز لا انا بتكلم على وطن لا ما اصل هي نفس الفكره اللي انت بتقول عليها دي يا خالد ان انت يعني مثلا كثير من العلماء المصريين يسكنون في مدن الاقاليم في شقه اوضتين وصاله وناس عظماء ناس يقدروا يقيلوا هذا البلد من عثرته ما حدش مهتم بيهم ما حدش واخد باله منهم وطول الوقت السبوت على ناس زي ما انت بتقول اللي لسانه طويل واللي بيبجح فده بعض الاحيان بيصيب صاحب الجهد الحقيقي بالاحباط او بيمشوا وهو ده اللي بيخوفنا انا يعني واحنا قاعدين كده اقول احصائيه كم واحد هاجر لكندا كم واحد هاجر لامريكا كم واحد راح وفتح شركه مصريين في دبي في الوقت اللي احنا عايزين الاستثمار يجي هنا تمام قول لي ايه الاسباب ما هي دي حاجات لازم نحطها كده على الترابيزه والا نبقى ما بنحبش الوطن بجد والا لو كل واحد فينا اتقال له ايه اسكت بقى لا انا كلامي مش عشان احبط الناس لا اطلاقا بالعكس انا كلامي علشان ايجابي بالعكس نطلع لقدام لا عايزين نطلع لقدام عايزين نشتغل عايزين الناس المصريين في 8 ايام جمعوا 64 مليار عايزين مشروعات لا يصح لا يصح ان نكون في وطن يكون ناسه جمعوا 64 مليار في 8 ايام لايمانهم بحلم قديم جديد هو قناة السويس حلم مستمر مات فيه 100,000 واحد من اجدادنا سنة من 1858 ل 1869 يوم افتتاحها اوبرا عايدة تمام لا يصح انه يكون ده وطن بيعمل كده ويبقى وطن ناسه مكتئبين بسبب خلق هذا المناخ طب انت شايف يا خالد تعمل ايه يعني المناخ ده يتغير ازاي نعمل ايه للناس دول نقول لهم نقفل عليهم يعني ولا نهملهم ولا ما نتفرجش عليهم لا ولا نطلع بقى نبتدي الناس نقول للناس الناس تفهم تمام. وبعدين نبتدي نطلع الصورة الكويسة اول مصر كل حاجة حلوة في مصر نبرزها تمام. كل شاب في مصر ممكن يبقى نجم يا مدحت كل واحد يبقى نجم في مجاله طبعا النهارده انت بتشوف الراجل بتاع الاسكواش مش فاكر اسمه يا ريت يفكرونا بطل العالم النهارده بقى احسن واحد في العالم في الاسكواش مصري الولد اسمه ايه الولد يا خالد اللي رسم بتاع بينك فلويد اللي رسم الغلاف مثلا 18 سنه واحده من اهم فرق المزيكا انا عرفته وانا في انجلترا يعني واحده انجليزيه فتحت وقالت لي ده مصري 18 سنه شوف رامي اسمه رامي عاشور اللي هو شبه محمد صلاح شبه محمد صلاح بالشبه بالظبط بطل العالم في الاسكواش ومحمد صلاح محمد صلاح وكل الناس اللي بتلعب كوره بقى كل اي حد المصريين حاجه كبيره جدا يعني عايز تقول استاذ خالد عايز يقول ركزوا على الايجابيات وكبروا فيها ومجدوها لانها تستاهل التمجيد وانسوا هذه الترهات اللي بترجعنا لورا وانتوا اللي تقدروا تسقطوا من يحاول
اسقاط الدولة ومن يحاول التفرقة بين ابناء الوطن، انتوا كجمهور تقدر تروح محول القناة وما تتفرجش، فهم القناة هتروح ماشيه بعد شوية مش كده؟ لا. وبعدين هو 30 يونيو حصلت ازاي؟ الناس هذا الاتحاد العظيم الله اللي يزيد عن حده ومدحت طبعا ينقلب لضده. وبعدين يا جماعة عايزين ترجعونا ل 24 يناير ولا ايه؟ بالظبط. ما هو اذا كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا. بالظبط. هو ده اللي انا كنت عايز ترجعنا. ما انت لما تقول لي 25 يناير مؤامرة، يعني انت بتقول لي ارجع ل 24 يناير. يا مدحت اخر حاجة اقولها لا عشان الناس في الحتة دي عشان الناس تبقى كامل. عشان انا مش عايز، مع انه حوارك ممتع يا خالد، وانا مش عايزك بص انت تقعد تتكلم زي ما انت عايز، انت حر قول اللي انت عايزه. انا نفسي اصلي الحلم ده اهم حاجه يبقى في حياتنا. تمام. نحلم ان احنا نزرع ارضنا عشان يبقى بنزرع اللي بناكله، ما حدش يتحكم فينا. مصيرنا يبقى في ايدينا، ويبقى ونحلم انه هذا الوطن يكون بلا مرض. يا جماعه ما يصحش ده، في ناس ما بتلاقيش سرير وانتوا قاعدين تشتموا في بعض. عندنا 13 مليون مريض بفيروس سي. الله الله، ده مرضى القلب بيزيدوا 1.6 مليون كل سنه وانتوا قاعدين تشتموا في بعض. لا عايزين نطلع لقدام بقى. انت شايف يا خالد ان النوعيه دي اللي حضرتك بتقولها دي اللي عايزه ترجعنا ل 24 يناير؟ في حاجه عايز، انا انت عارف ايه، ما بيهمنيش الاشخاص خالص. انا عارف يا انا شايف انه في الكونسيبت الناس بقى اي شيء بيرجعنا لورا ما تلتفتوش اليه. اي شيء بيمشينا لقدام ده تمسك بيه لازم. لازم. احنا يا جماعه مصر ما كانتش انجلترا واحنا نزلنا في 25 يناير. يا سلام، النبي الجمله دي جمله عظيمه. مصر ما كانتش انجلترا فنزلنا في 25 يناير. ده مصر كانت في حاله يرثى لها، خلت الناس كلها نزلت عايزه التغيير. مصر لو كانت انجلترا ولا فرنسا ولا سويسرا ولا 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 امريكا ولا المانيا يا سلام، ده احنا كنا نبقى اخر اليستا ولا كنا نبقى متضايقين خالص وقاعدين وكنا زعلنا من اللي نزلوا. وكنا زعلنا من اللي نزلوا ولا كناش نزلنا خالص ولا حد كان نزل. ايوه بالظبط كده. مين اللي ولا حد كان نزل صح. فالناس دي مش هترجعنا يا خالد ان شاء الله. انت شايف ان احنا عندنا دلوقتي مقومات بناء دوله تطلع لقدام؟ مش دلوقتي. هي منذ الازل. منذ فجر التاريخ. يا مدحت ده احنا اللي اخترعنا الانسانية. مصر. الانسانية بدأت هنا. هو كان فيه قبل مصر انسانية؟ لا. الانسان قبل مصر كان انسان بدائي. بيتخانق مع الحيوان. وياكله. احنا فجر الانسانية يا جماعة. احنا اللي قلنا الاله واحد. استد فمهد الحضارة. احنا اللي قلنا الاله واحد. واحنا اللي اخترعنا الهندسه والطب والزراعه وكل الاشياء كل حاجه. احنا اللي عملنا السلوك الانساني. ان ازاي نبقى متحضرين مع بعض. وما ترميش ايه في النيل وما ترميش كذا شوفوا صلوات الفلاح الفصيح. اني ماء النيل اظل احفظه طول عمري. واني اهدى. ما هذا التحضر في السلوك احنا احفاد كده. يا خالد حسيت ان مصر بترجع، فعملت المبادرات بتاعتك. شوف المبادرات بتاعتي، يعني لما اتكلم على اصل انا بحب يا جماعه، معلش يا خالد انا بس هوجه الجمهور كلام. الفنان هو في الاخر انسان، ما ينفعش يبقى كل دورك في الحياه ان انت تمثل. على فكره تمثل ده شيء عظيم، بس عندما تمثل وتنجح انت بتتحول الى قدوه شئت او لم تشا. الولاد الشباب بيقلدك، بيلبس زيك، بيحاول يعمل سلوكه زي سلوكك. فعشان كده الفنان بيبقى شيء خطر جدا جدا جدا، وتأثيره شديد الخطورة سلبا او ايجابا. عشان كده لما يبقى نجم بحجم خالد النبوي يقرر ان هو شايف ان التحرش ده شيء يسيء لمصر كلها ويسيء للبنت المصرية قصاد العالم، فهو بيقوم بمبادرة، وهذا دوره الذي يجب ان يقوم بكل فنان وصل الى مرحلة النجومية. ما احنا نعمل 25 يناير. لان انا عملت مصر ما حدش اتحرش بيها. ما بين 25 يناير و30 يوم. في النص كده. تمام. نبقى عاملين ده كله ومصر الدولة الثانية في العالم في التحرش. احنا نبقى الأمة العظيمة دي. ويبقى كده. اللي قالوا مستلهموا الشباب المصري. وبعدين بنتحرش بمين يا مدحت؟ اختنا وبنتنا. بأمنا. بأمهاتنا. دي مقدسات. فطبعا لقيت نفسي بكتب
وبانتج وبخرج مصر محدش حاسس. حسيت يا خالد بحرقة دمك وانك متضايق و... ازاي ازاي نعمل حاجه زي دي ازاي وبعدين حاجه زي دي بدل ما نتحد ونقضي عليها ابص لقينا احنا قاعدين بنشتم في بعض. لا انا اسف يعني فده اللي خلاني اعمل ابتدي مثلا ابتدي انا جولي بيها بالحقيقه ويعني وانبسطت جدا ان شركه كبيره تفكر هذا التفكير. مش عايز اقول الاسم عشان ما يبقاش اعلانات يعني لكن كمان انبسطت جدا وانبسطت بيو ام اللي نفذوا الحكايه قوي. دينا هاشم بكل الكرو اللي معاه يعني تبتدي لازم تبتدي نبتدي وقعدنا نتخانق ونقول الاسم يبقى ايه الاسم لحد ما جينا قبلها بيوم قلت لهم طب ممكن نسميها ابتدي. قالوا لي اوكي حلو جدا ابتدي يلا بقى عايزين نعمل حاجه مع اي شيء لازم عشان يستمر ابتدي بس انت. وعايز استاذنك وارجع على ان اتفضل مصر محدش هيتحرش بيها او ابتدي دي روح فريق طبعا دي روح فريق واحد طول الوقت اقول فريق واحد قلب واحد ايد واحده والا مش هتمشي طبعاً. مش هتمشي العمل الجماعي اللي احنا عمرنا ما بنعرف نعمله ولما بنعمله بنعمل السد العالي شفت بنعمل السد العالي بنعمل مصنع حديد الصلب بنحفر قناة السويس بننتصر في 73 تمام بنبقى بنعمل 25 يناير بنعمل 30 يونيو بنعمل معجزات. هو في شعب في الدنيا يعمل ثورة من يناير ليونيو تمتد كل هذا التوقيت ويقوم ويصلحح نفسه يستكمل ثورته لان انا مصر انها ثورة تم تعديل مسارها في 30 يونيو. هي ثورة واحدة أنا من 25 ل 30 هي ثورة واحدة وفي الآخر دي جملة اعتراضية كده اتفضل. مش احنا اللي غيرنا مسارها دي جملة اعتراضية وراها حاجات كتير مش لازم اخش فيها مش احنا اللي غيرنا مسارها احنا لكن لما حسينا ان مسارها تغير احنا عدلناه بالظبط كده ده شعب جبار فروح الفريق الواحد اللي موجودة في مصر محدش يتحرش بيها وانا عايز اشكر ناس كتير منهم لان في ناس اشتغلوا من غير فلوس. اشكر كل اللي انت عايز تقوله. عايز اشكر ناهد السباعي الرائعه الممثله الجميله بنت المنتجه ناهد فريد شوقي طبعا وبنت الراحل مدحت السباعي وجدها فريد شوقي جدها طبعا من كل دول العظيم جدها فريد شوقي طبعا وجدتها هدى سلطان طبعا ايه بقى تاني وابراهيم السمان اللي عمل متحرش والولدين التانيين محمد ملك ومحمد سراج ايهاب جوهر المونتير مدير التصوير وائل خلف كل الناس بتوع الملابس والديكور ايهاب العدلي وسعيد مش عايز انسى حد مزيكا اللي عملها شاب 22 سنه اسمه شريف مصطفى من كايروكي انا ما بقتش اشوفهم كايروكي دول كانوا ضيوفي هنا والله هم دول من الحاجات الحلوه جميله لا ده انا بستضيف هنا لا 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 ده انا عندي هنا يا خالد يعني انا نفسي اعرفك انت هتقف جنبهم ازاي فرقه فابريكا اللي عاملين الليله الكبيره تمثيل ومش لاقيين مسرح اشتغلوا عليه ده عملوا الكبيره على سنه 13 وعاملين عروض اوبرا عاملين اوبرا ماي السحري بالعربي واللي كتباها بنت نهاد صليحه نهاد صليحه دي استاذتي في المعهد الشكلي دراما يعني عاملين شغل رائع ومش لاقيين مسرح ومثلهم كثيرون طبعا هدي الحاجات المهمه هدي الحاجات اللي تاخد الوطن اللي قدام شبابها شبابها فانا عايز اشكر كل الناس وحمله عايز مسرح اللي كان عندي ولد هنا اسمه علي قنديل الولد بيقول لهم ادوني 3 سنين انا 75 شاب وشابه ادوني اي مكان هحوله المسرح بنفسنا انت عارف يا مدحت انا عندي فكره اتفضل من خلال برنامجك ومبادره ياخدوها يلا قول استاد القاهره تمام بيحصل في حاجة؟ لا حصلش في حاجة فاضي دعوة لشباب مصر يفكروا يطرحوا افكارهم في الاستاد ده ها ازاي مصر تطلع لقدام يا سلام شوف بقى يحصل ايه شوف 100,000 كل شاب كل شاب قول له والله الشعب المصري ده شعب عظيم تذكرة ب 10 جنيه ب 5 جنيه شوفوا هيعمل ايه الشعب ده اما تسمع واحد يقول لك تلييجة اما مصر ناكله بسناننا يا سلام الناس الشعبيين طبعا يجي جنب مصر هو مصر ما عملتوش حاجه خالص يعني بس هو الشعور مع الناس لما نزلت في 30 يا خالد نزلت لاحساسها الفطري بخطوره مصر بتتخطف
طبعا طبعا. بس ف يعني نتكلم في الفن بقى شويه خالد بقى مش معقوله بقى قول لي الترانسفورميشن والحاجات الجميله انا زي انا تحت امرك. قول لي يا خالد وانت في امريكا تجربه المسرحيه الجميله اللي انت عملتها، اولا انت ابعد ما تكون عن شخصيه انور السادات شكلا فيزيكالي، يعني ما انت شبه السادات خالص مش كده؟ ازاي يتحول خالد النبوي هذا الممثل الوسيم اللي عامل المهاجر خلاص الى انور السادات الوسيم برضه بس بشكل اخر، يعني ازاي؟ قول لي ازاي ده بيحصل في امريكا؟ ازاي بيغيروك بهذا الشكل؟ انا عايز اقول لك ده بالنسبه لي انا لما كلموني انا قلت اكيد النمره غلط. يعني الناس دي كانوا عايزين خالد بس خالد تاني. خالد تاني مش الشكل ده مش انا. خالد السادات لكن مش خالد ده لكن مش انا. وبعدين قعدت اقول معقوله بتتكلموا جد؟ طب ازاي؟ فقالوا لي طب عايزين يكلموك في التليفون. المخرجه مخرجه كبيره جدا والمؤلف مؤلف كبير جدا واخد بوليتزر وعنده كتاب بوليتزر ده يا جماعه يعني جائزه ادبيه في امريكا لا ياخذها الا عظماء الكتاب يعني جون شتاين باك والناس دي يعني. اتفضل. الراجل كلموني في دي صور انت انور السادات يا جماعه كان ديفيد ده خالد النبوي على فكره مش خالد السادات. وقالوا لي يعني احنا شايفين انك انت تعمل الدور، قلت لهم اشرحوا لي. فقعدوا ساعه على التليفون. احنا الثلاثه انا في مصر هم الاثنين بيكلموني من واشنطن تمام كونفرنس يعني. انه المخرجه شايفه ايه والمؤلف شايف ايه. قلت لهم طيب انا حوافق بس ايه موافقه مؤقته الى ان اعرف انا هبقى السادات ازاي شكلا. يعني موضوعا هو صعب قوي بس انا هدرس. اوكي. لكن شكلا بقى لازم تقولوا لي هيحصل ايه. فقعدنا ايميلات رايحه جايه تليفونات رايحه جايه لحد ما قالوا لي احنا بنوصل لاشياء وانت على العموم هتيجي قبل المسرحيه بشهر ونص. هنعمل بروفات شهر ونص ونشوف. وقعدنا نعمل تجارب في بدايه. في الاول كنت بقعد كده احيانا من 8 ل 10 ساعات بقولش حاجه ما بتكلمش خالص. قاعدين بيشتغلوا بيشتغلوا عليك قاعدين جايبين حاجات واللي جاي من نيويورك واللي جاي من من منين من لوس انجلوس واللي جاي وقاعدين بيعملوا شكل الفيزيكال شكل الوش زي هم جايبين حاجات وجايبين الباروكه هنشوفه يا جماعه. طب فرجونا فرجونا يا استاذ خالد يشرح لنا برضه. حاجة تفرح يا اخي. أنا فرحان. أنا أصلي بص يا خالد أنا بقعد هنا على فكرة بطبيعتي خالص كأنك قاعد معايا في البيت، فأنا فرحان لما بلاقي حد. الشعور اللي أنت بتحكيه كده أنا ده شعوري. أنا لما بلاقي حد مصري سيبك من إن إحنا أصحاب وإن أنا مؤمن بموهبتك وبحبك وكله، بس لما بلاقي حد مصري مشرف والناس واقفة تسقف له و يتعب عشان يقعد شهر ونص يعمل ايميلات ويروح يقعد وفي الاخر نلاقي النتيجه دي، انا بفرح وبحس ان البلد دي فيها امل. فيها امل طبعا بناسها. مش كده؟ طبعا. طبعا بلا شك. كان شعورك ايه يا خالد والناس اولا وانت بتأدي دور السادات؟ هل حسيت ان انت انور السادات؟ في لحظات ان انت عارف طبعا احمد زكي عمل طبعا طبعا احمد زكي ده يعني الاستاذ الكبير. طبعا بس يعني. انا بقول دايما اول ما تيجي سيره احمد زكي اتلكك عشان اقف عند احمد زكي. يعني احمد زكي
مختلف في ايه يا احمد زكي عن الممثلين الكبار التانيين من وجهه نظرك؟ وبعدين نرجع للسادات. كلهم مختلفين. احنا عندنا احنا عندنا ممثلين كبار جدا كتير. هي دي في الاجيال على الاقل اللي سبقونا. انا دي اللي ما اقدرش احكم عليه لان انا واحد منه يعني. لكن احنا دي من الحاجات اللي متميزين فيها هو فن التمثيل بلا شك. احمد زكي تقدر تقول عليه النوع اللي انا بحبه، اللي هو عايز يتحول، عايز يروح ناحيه الشخصيه، مش الشخصيه اللي تجيله. تمام. في ناس كده شخصيه تجيلهم خلاص ويبقى هو ويبقى كويس وكله، بس مش كويس. بس هو احمد زكي عايز يروح للشخصيه. وكل ما مش شرط ننجح طول الوقت. يعني النوع ده انا شخصيا عشان برضو اقول لك ما نجحتش طول الوقت. بس زي كل الناس. بس هو لما بتفضل تحارب على انك تتحول من نفسك الى الشخصيه. ازاي يا خالد؟ معلش احيانا سوري اكمل لك. احيانا تفشل بس لما بتنجح بتبقى مذهل. بيبقى الديلر بيبقى المهاجر رام بيبقى السادات بيبقى الناصر في المصير. ازاي يا خالد؟ ازاي الترانسفورميشن ده بيحصل على انهي مستوى؟ مستوى نفسي، مستوى فيزيكا يعني جسدي، مستوى قول لي كده مستويات التحول ده بتبتدي ازاي وتوصل لفين؟ اول حاجه فيهم انك تبقى مستعد انك تلغي ذاتك. يا سلام. اول حاجه مفيش خالد النبوي. مفيش خالد النبوي. انا مش معجب بخالد النبوي. اول حاجه تقول لنفسك الله هو ايه خالد النبوي ده؟ ارميه يا راجل. حلو. اول حاجه. تمام. ودي بحد ذاتها حاجه صعبه جدا جدا. انت كل واحد حاسس ان هو احسن حاجه في كل حاجه. لا اول حاجه تقول انت ولا حاجه. تمام. اللي انت رايح تعمله ده هو كل شيء. وبعدين تقول لنفسك على فكرة انا ما بعرفش حاجة خالص. عشان تبتدي تتعلم لازم تبتدي من هنا. انك ابيض خالص. ولو تنسى اي حاجة انت عارفها عن نفسك دي تقعد تكسر فيها. دي شغلة صعبة جدا طبعا. بكل ما انت تحمله من تاريخ وثقافة وحب الذات ونرجسية وكل الاشياء الانسانية العادية يعني. وبعدين بقى تبتدي تذاكر، تبتدي تناقش، تبتدي مع زمايلك. اولا ما تبخلش بالافكار. يعني اي حاجه تيجي في بالك وانت ما قاعد مع التيم كده، زي ما عملنا اول بروفتين في الديلر. يعني ما استمرنا زي اول بروفتين وخلاص. زي اول بروفتين. انه قاعدين بنقول كل حاجه. هنا بقى انت قاعد تشتغل بروفات تمتد. خالد يا جماعه، معلش يا خالد في الديلر قرى الدور وراح وجالي بمفردات مش موجودة اصلا في السكريبت الاصلي، وراح جابها من حد في الجيزة وجالي بمفردات جديدة تماما. حسيت ان هي شخصية. كمل يا خالد. وانت راجل رائع في الشغل وذكي. انا ربنا يخليك يا راجل ذكي حقيقي. وما عندكش الكبر. لا لا خلاص. سوري ما عندكش عارف الكبر ده. اصل الكبرياء غير الكبر. طبعا الكبرياء ده حاجه مطلوبه، الكبر عن الغرور او الاحساس بالذات الزياده عن اللزوم يعني. خلينا يا علي. بقول خلينا يا علي حلو علي الحلواني طبعا. خلينا في الترانسفورميشن. انك تتحول. انك تروح للشخصيه. في كمان عندك مخرج بيساعدك. في مخرج شافك. ومؤلف ومنتج. دول عظماء. انهم شافوا انك انت تعمل الدور ده. السادات. تمام. الايمان. الايمان بيك. الايمان انك تقدر تروح كده. طبعا. مسألة مهمة قوي. يعني طبعا. اولا طبعاً. الحمد لله انها تحصل. لانها طبعاً. عشان تحصل في حياة الممثل انا رأيي انا لم اكن شوف لو يعني لا يمكن يخطر على بالي ان انا اعمل شخصية السادات. وانت لما بتقول لي انا نفسي وانت بكلمك في امريكا تقول بعمل السادات انا اندهشت يعني. يعني ايه ليه السادات يعني؟ فده ارد الفضل لاصحابه. ده مخرجه ومنتج ومؤلف. تمام. شافوا كده. انت شايف لما يبقوا دول مؤمنين بيك ده بيقطع نص الطريق بالنسبه لك بلا شك. دول ناس انت واثق فيهم وشايفينك في المنطقه دي بلا شك. فده بيقطع طريق لانه كمان مش بس ايمان، في حب. الحب يعمل المعجزات بجد. مش هزار يعني. عشان كده احنا لازم نزرع الحب. ها
والثقة بيننا وبين بعض والأمان. تمام. نبقى سادة العالم. لكن نزرع الكراهية والحقد والغل ومنتظرين ايه بعد كده؟ يبقى مناخ شكله ايه ده؟ انا سمعت ان مدام جيهان السادات اتفرجت عليك وطبعا طبعا تعالى نتفرج عليها كده حياتك ازاي. فرجيني. يعني عشان مدام جيهان السادات تطلع وتقبلك هذه القبلة الأمومية الجميلة اعترافا منها بأن أنت كنت زوجها الحقيقي أنور السادات. يعني زي حد يعمل كده. هم النقاد في أمريكا كتبوا كثير منهم كتبوا حاجة أنه اللحظة اللي وقفت فيها السيدة جيهان السادات جنب خالد النبوي كانت لحظة غريبة جدا. ناس ترجاع وبدت حقيقية جدا. من استرجاع. دي كتبت. فعلا لان هو كان الشعور ده. هي لما بسيتك ادتني احساس هي قد ايه استرجعت شخصية الرئيس انور السادات. هي كانت لحظة خاصة جدا وغريبة جدا. شوف ده كامب ديفيد دي. ده ما حدث فيها. احنا معاها او ضدها. لا ده موضوع تاني. ده الموضوع. طبعا. لكن كان بديفيد جزء من تاريخنا. طبعا. هم اللي بيعملوه. احنا ما بنعملوش. نحن لا ننتجه. شوف بقى عندنا تاريخ ساري جدا. ما بننتجوش. هم بيتكلموا انا اشتركت في الـ في الـ في مملكة الجنة. مع ريدلي سكوت. حروب الصليبية. تاريخنا. على ارضنا العربية. هم ينتجوه احنا لا. اللعبة العادلة فير جيم مع شومبين. عن ما حدث في العراق. عن كتاب امريكي بيقول انه احتلال العراق تم بناء على كذبة من جورج بوش. هم اللي بيقولوا. احنا ما ننتجوش. مش غريبة. غريبة. بنستثمر فلوسنا في ايه؟ انت شايف ان احنا بنستثمرها في ايه؟ قول بقى. انت حر هنا. قول. موجودة في بنوك اوروبا. في البنوك في اوروبا وامريكا. لا تستثمر فوائد بس. مش كده؟ يعني معقولة. اقول لهم ازاي؟ طب فيلم. يعني من صلاح الدين ما تعملش فيلم عظيم زي ده ليه؟ الله يرحمه العظيم يوسف شاهين. تعمل المهاجر. انت عايز قد ايه عشان تعمل المهاجر النهارده؟ عايز 150 مليون جنيه عشان تعمل المهاجر ده. لانهم يا خالد السلطة غير مؤمنة. يعني يوسف شاهين حالة استثنائية. كمخرج وكفنان وكإنسان. أنت تعلم أكثر مني طبعا وتعاملت معه. وقيمة استثنائية في التواصل مع الخارج والقدرة على الفهم وإحساسه بقيمة السينما. ده مش موجود في أي سلطة موجودة. طيب أنا هقول لك حاجة عن يوسف شاهين. أنا اشتغلت العظيم. يوسف شاهين. صلاح أبو سيف. وجلال الشرقاوي. المواطن المصري. وجلال الشرقاوي. طبعا. الجنزير بقى كمان. المواطن المصري مع أستاذ صلاح طبعا. طبعا. الناس العظماء اللي أنا اشتغلت معاهم دول وغير بقى اللي اشتغلت معاهم. هنري بركات. كمال الشيخ. كل العظماء. العظماء. عز الدين ذو الفقار. لما تشتغل مع الكبار. الكبار بجد. طبعا. الكبار علما. الكبار أخلاقا. فنا. أخلاقا. الكبار أخلاقا. الكبار إبداعا. الكبار موهبة. مش الكبار سنا. لا 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 إطلاقا. احنا بنبص نلاقي الدنيا مليانة الكبار سنا. على راسنا من فوق. بس احنا عايزينهم يكونوا مبدعين بقى. يعني انت شايف ان مفيش مبدعين دلوقتي على قدر هؤلاء يا خالد؟ انت شايف ايه؟ لا انا اللي بسألك مش انت. لما تقول انت المذيع انا هجاوب. والله انت ذكي قوي يا مدحت. قول لك انت حر. قول يا مدحت. احنا عندنا شباب. عندهم اللي يوصلهم يبقوا قد الكبار دول زي ما كانوا. ايه اللي منعهم؟ المناخ.
طبعا المناخ ده ما يطلعش حاجه خالص خالص. مهما تقول لي انت النهارده بنعمل المستحيل وتيجي لحظه واحد يزق ويقول يا جماعه شباب المبدعين يقعدوا مع اكبر سلطه في البلد وبعدين تلاقي ما تفهمش مين ما هو اكبر سلطه في البلد مش هيفضل قاعد طول الوقت كل يعني مش معقول بقى انت عندك تحديات يمين وتحديات شمال وعلى كل الحدود ده يكفي ان هو قعد معاهم اصلا ده بحد ذاته يعني هو بيقول ما معناه انا مع دول هو مهم انه يقعد معاهم تمام بس بقى تبص تلاقي بعد كده الصف الثاني والثالث والرابع طفشوه ما عصام حجي ده طفش عارف عصام حجي عمه واحد من المقاتلين الافزاز دكتور في حرب الاستنزاف مات في حرب الاستنزاف وانا استضفت هنا اخوه يعني اخو الشهيد يعني وجاب كتابه ومذكراته اليوميه اللي كتبها في اثناء حرب الاستنزاف فما هي دي عظمه الشعب ده هو الجيش منين ما من الشعب ده هو الشعب ينتج الضابط والعامل والدكتور والعالم والفنان والعالم والمهندس كل دي نتائج يعني شايف يا خالد ان هو انت قلبك من حجر ايوه انت قلبك من حجر يعني انت شايف ان هذه بلد طارده لابنائها في ظل هذا المناخ او المناخ الذي كان مش البلد لا مش البلد ما هو البلد كان معنوي يعني اقصد السلطه البيروقراطيه التعقيدات كراهيه النجاح والاحتفاء بالفاشلين كل هذه الاشياء يعني كل هذه اشياء طارده وتطرد واحنا في لحظه صعبه جدا علينا نتحد ونقف مصر في حالة حرب أنا موافق تمام مصر في حالة حرب تمام افهموها بقى افهموا وقت الحرب ارجعوا 73 ما كانش فيه حادثة سرقة تمام لم تسجل حالة يعني للشباب الصغيرين يعني لم تسجل حالة سرقة واحدة في يوم 6 أكتوبر بعد ما أعلنوا البيان وكأنما تحول كل الناس الى شرفاء حتى اللصوص منهم النهارده ارجعوا مصر في نفس مصر في حاله حرب طيب مصر في حاله حرب هنطلع فاصل ونرجع مع الصديق والنجم والمثقف الجميل خالد النبوي استنانا ما تستناناش انتحار بيت راح يوجع 93 قصف ومباني حكوميه The program was completely destroyed in the 90s. The Americans destroyed it, and they knew this. Allah. What else? ماكو شيء أحمد ماكو شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. If you think that way, you shall not be king for long. You promised to return Jerusalem. Don't forget. كانت حلوة دي أنا وأنا كمان وأنت كمان كان نفسك في المطافي لسه بدري جرى يا عمارة وأنت كنت دكتورة دراستو يا لي دراستو بوي فاجا أوكافو دينجي Моя семья здесь, в Украине. Я принадлежу Украине. Я люблю Украину. الراجل ده من أغنى الناس في الأندلس. ناقصه إيه؟ خليفة المسلمين في الأندلس والمغرب والدي. المنصور هي لحظة طب انتوا قاتلين كام واحد لحد دلوقتي؟ رخم مرضيش يتصور Thank you.